في فعلا دعوات بعدم اشراك صلاح في المباراه دي يا فندم؟ لا لا، مين اللي بيقول كده؟ دي حاجات على السوشيال. على فكره الموضوع واخد البعد، محمد صلاح النهارده لازم نعترف انه لاعب عالمي، يعني انه لاعب النهارده لما بنتكلم زيه زي ميسي زي كريستيانو، وبالتالي ان الازمه بتاعته دي كل وسائل الاعلام العالميه بتتكلم فيها. طيب لكن لن محدش اقترح، محدش دعا او اقترح انه من اتحاد الكوره انه صلاح ما يشاركش؟ لا لا، مفيش الكلام ده، ولا حد يقدر حضرتك يقول الكلام ده. مفيش طيب، ولا انه اجيري رفض الفكره، يعني الموضوع ده مش موجود. لا لا، مفيش لا الفكره لا. اجيري دي نفسه، اجيري نفسه قال صلاح يلعب وده الموضوع ده مش هيأثر عليه وبتاع، لكن مفيش كلام. اتحاد الكوره مناقشتهم فقط هل هيكون مركز لما يلعب ولا لا؟ ايوه، تأثير ده عليه وهو بيلعب. طيب النقطة الأخيرة إذا سمحت لي أستاذ إيهاب، تأثير ده، تأثير الأزمة دي على الطرفين، ممكن تأثر على صلاح في تركيزه في المباريات، في شعبيته لدى الجمهور، ممكن يعني تهز الصورة عند جمهوره، ومين الرابح والخاسر من الأزمة دي؟ كلنا خسرانين في الأزمة دي، كلنا بداية من محمد صلاح، لأنه أقحم نفسه في حتة أنا لم أكن أتمنى أنه يقحم نفسه فيها، وهي حتة الفيديوهات والحديث بنفسه عن المشاكل ودخوله طرف صريح في الحديث، فيديوهات وانتظروني بعد قليل وتسجيل فيديو واثنين وثلاثة، ويبقى أمام الإعلام. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، هو الإعلام الإنجليزي هيسيبه في هذه اللحظة؟ الناس هتبقى وراه وهتقعد تتكلم معاه، طب قول لنا إيه اللي حصل في الأزمة، طب نتكلم، هيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا. ده صلاح أقحم نفسه في الحتة دي، وأنا لما أكون أتمنى إنه يبقى يكون، فبالتالي كلنا خسرانين. صلاح 48 ساعة ويتم إعلان أفضل لاعب في أوروبا، هو واحد من الثلاثة المرشحين مع مودريتش وكريستيانو رونالدو. صحيح. صلاح عنده مباراه مع المنتخب قريبه، صلاح مركز مع ليفربول لان هو الهداف الموسم الماضي للدوري الانجليزي وافضل لاعب في الدوري الانجليزي، وعنده تحدي كبير جدا مع ثلاث مباريات مسجل هدفين، وساديو ماني اللي معاه سجل ثلاث اهداف في صراع الشرس كبير جدا. هو كان يجب ان ينأى بنفسه في هذا التوقيت عن الضغوط دي، هو مش ناقص ضغوط خالص، ما كانش وقت، هو بيحطم ارقام كبيره. الناحيه الثانيه المنتخب المصري هيدفع الثمن ده، مش صلاح بس، اللعيبه كلها هتبقى مشتته، والحديث فيها هل اللعيبه تطلع تاكد كلام صلاح ولا اللعيبه تنفي كلام صلاح، لان معظم اللعيبه موجودين في الدوري المصري، فبالتالي علاقتهم يجب ان تكون مميزه مع اتحاد الكره. اتحاد الكره نفسه ماذا يحدث بعد هذه الازمه عندما اتعامل مع صلاح، عندما ياتي صلاح للمعسكرات؟ صح. هل هيبقى طيب، التعامل هيبقى ازاي؟ كلنا خسرانين، ولكن ال 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 الحل الان اننا نقفل كل الكلام ده ونركز شويه ونركز، وكفايه حديث على الملأ من الطرفين. شكرا جزيلا استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي.